الحائز على لقب أصغر ملياردير كريبتو في العالم، وهو مؤسس لثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، فيتاليك بوتيرين، العقل المدبر وراء عملة إيثيريوم. ولد في 31 يناير 1994 في كولومنا روسيا، هاجر مع والديه إلى كندا عندما كان في السادسة من عمره بحثاً عن حياة أفضل. منذ صغره أظهر فيتاليك قدرات استثنائية في بداية رحلته التعليمية، فخلال سنته الثالثة في المدرسة الابتدائية تم وضعه في برنامج للطلاب الموهوبين، ثم التحق بمدرسة أب إيلارد الثانوية الخاصة في تورونتو. اطلع بوتيرين على البيتكوين لأول مرة في 2011 من خلال والده عندما كان في 17 من عمره، حينها شارك في تأسيس بيتكوين ماجازين، وهي منصة متخصصة بنشر أخبار البيتكوين والكريبتو. نشر فيتاليك الورقة البيضاء التابعة لمشروع إيثيريوم في 2014. في نفس العام ترك جامعة ووترلو بعد أن حصل على منحة قدرها $100,000 من برنامج تيل فيلوشيب الداعم لأفكار الشباب مقابل تخليهم عن مقاعد الدراسة، حيث جاء بوتيرين بفكرة الإيثيريوم باعتبارها سلسلة بلوكتشين بتحتوي على لغة برمجة مدمجة، ورأى فيها إمكانات أكبر بكتير من أنه تكون مجرد عملة واحدة تعمل من نظير إلى نظير كالبيتكوين، حتى أنه قارن البيتكوين بالآلة الحاسبة والإيثيريوم بالهاتف الذكي. حاز بوتيرين على لقب أصغر ملياردير كريبتو في سنة 2021 عندما كان في 27 من عمره، حين تجاوز سعر الإيثيريوم $3,000 لأول مرة في مايو 2021، واليوم لا يزال يقود الإيثيريوم ليكون أحد المؤسسين الشباب الأكثر تأثيراً بعالم الكريبتو. للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.